ثامنة من تونس، أهلا بكم. حادث أليم هز منطقة سيدي خليف من معتمدية ولاية حفوز من ولاية سيدي بوزيد، راح ضحيته ياسين طفل لم يتجاوز 6 سنوات، مخلفا احتقانا كبيرا لدى الأهالي مطالبين بالتدخل وإيقاف نزيف ضحايا الطريق. تقرير ياسمين بن سعد ووقار حمدي. طريق الموت هكذا يسميه الأهالي هنا مفترق سيدي خليف، الذي شهد العديد من الحوادث القاتلة، آخرها حادث راح ضحيته ياسين طفل لم يتجاوز 6 سنوات. طريق موت ما فيش، فهمتني؟ الصغير اللي يمشي، فهمتني؟ ولا ربما يموت كذا، راجل كبير عزوز. برشا حالات صاروا فيه كيس هذاك، برشا حوادث أليمة، تزيدون وتقلبوا برشا 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 برشا. كنجم نقول لك يجي 6 ولا 7 حوادث ساروا فيه. حادث خلف صدمة كبيرة لدى متساكني المنطقة، خاصة وأن ياسين كان ضحية ظروف اجتماعية صعبة أدت إلى خروجه يوم الحادث رفقة أخيه لجمع القوارير البلاستيكية من أجل إعالة عائلته وتوفير مستلزمات الدراسة، ليتعرض لعملية دهس بواسطة سيارة أودت بحياته. الأسباب مشي لقيت فك شقفة الشراب، هو من في الله ضربته كره الكيس مشو محل، وظروف ظروف من الاول هو يمشي، ظروف ما عندهمش باش يحباش يدبر حق ستيل. راه اش خلاه هو يمشي باش يلقى الحكايه باش ياخذ بها كتب ولا كراس ولا ستيلو؟ في عمر الزهور وليد في عمر الزهور يمشي، فهمتني؟ لا كاك ضحيه ليه يا رب؟ أهالي سيدي خليف يوجهون نداء استغاثة للسلطة المعنية بالتدخل لفائدتهم وتركيز مفترق ووحدات أمنية بالمنطقة لإيقاف نزيف الطرقات. استهتار من الدولة واستهتار من الحكومة. أنا مبالغ صوتي للسلطات المحلية، ويزموا رامبوان، ويزموا عناية مركزة زادة كبيرة، فهمت؟ ويزم الأمن زي ما ظل فيه، وبقى مفتقرة، فهمتي؟ ولا محتاجة إلى العناية. ووفق إحصائيات رسمية قدمها مرصد السلامة المرورية، تم تسجيل أكثر من 3000 حادث سنة 2020 وسقوط قرابة 700 قتيل. ليظل السؤال، إلى متى ستبقى طريق الموت تلتهم ضحاياها دون توقف؟